بارك الله فيكم. أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما. أحمل صور شريط فيديو وصور ورقية لشاب قد قتل وهو كان يعز علي كثيرا، فهل يجوز أحمله ذكريات عندي وقد تفرجه بعض الأصدقاء؟ فهل يجوز في ذلك أو ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا حرام، حرام حفظ الصور، الاحتفاظ بالصور للذكريات هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، قال لا تدع صورة إلا طمستها، فلا يجوز إبقاء الصور للذكريات، الاحتفاظ بها للذكريات، هذا أمر لا يجوز. والتصوير من الكبائر واستعمال الصور من الكبائر إلا عند الضرورة، حمل الصورة عند الضرورة فقط، الإنسان يحتاج إلى الصورة لأجل حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، هذه أمور ضرورية، أما أنه يحملها للذكريات فهذا أمر لا يجوز، والواجب إتلافها، المبادرة بإتلافها. وإذا كنت تحب أخاك فإنك تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، أما الاحتفاظ بصورته فهذا معصية ولا ينفعك ولا ينفع أخاك.